قد حبت للعزة، أي رزق في الدنيا تحبت للعزة، وغربي في ديزرواتا. أي رزق تحبت للعزة وغربي في ديزرواتا، واللي على زرعتنا كسة مرشومة 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 جرة صباتا. اللي خاب وعقله خاصة مريرة وما يعاود صنعاتها، هم اللي زاد على ما توصى ياكل مكلات الملاطة. يانا 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 حاسبها ونزيد قلصة، وفي يدك كوال سباتة نشبد راي وفات القصة. اشكبة واللعبة تمساتة، راني 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 مانيش انا مانيش 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 سيدي تاتا تاتا تاتا. يلا انا اقول حاجة انتم اقولوا حتى حد، اشكون ريتو مريقل حتى انا مش مريقل، انت اللي جي مش عويقل وانتو ما مش عويقل. يانا مش مريقل يا ويني مش مريقل، انت اللي جي مش عويقل. يلا وينا We'll be right back.
يا رجال الله الله كونوا معايا يا رجال الله الله كونوا معايا يا رجال الله الله كونوا معايا بس خلاص سقفوا له سقفوا له احلى تحيه فرقه الهاني احلى سهل مخصوصكم تحيه لفرقه الهاني بربي نحب حاجه انا وليد نعرف في قله شطحتك نحب وليد اسكو مع الفرقه ينجمها الفازه اللي عملتها بسقيك ولا ترى هات شويه هات اعطيه شويه وليد وليد نحبك تقلدها غادي نشوفوك ترى ينجمها ولا شطحت الدلاجين واي يا اعطينا شويه الربوك اعطينا نحب نمشي مع فرح توا في سين جيم فرح الإعلامية فرح الوجه التلفزي اللي انطلق في قناة حنا بعل كيفاش كانت البداية في قناة حنا بعل في الوقت ذاك ألوغ البداية ما كانتش في قناة حنا بعل عكس العبيد شنو اللي تعرف أنا انطلاقتي كانت في تونس سبعة على ليبوك كان من خلال برنامج متاع وليدات صغار اسمه ميزان الذكاء وبعدها قدمت مجموعة من المنوعات وكذلك اون ايميسيون دو جو مع زميلة منى ذويب كان هذا في تونس سبعة ووقت اللي بديت في التلفزة كان عمري بين 16 و17 سنة 20 سنة التحقت بقناة حنا بعل شكون جابك لقناة حنا بعل في الوقت هذاك؟ ألوغ شكون جابني صدفة جابتني لأنه أنا كانت عندي أخت ياسر تحثني باش تدخل للميدان الإعلامي وقتها في اختصاصي كان فما برنامج نتاع غناء وانا صغيره كنت ياسر نحب نغني وقت اللي مشيت لاختصاصي المعد نتاع البرنامج اقترح عليا وقتها باش نبدا اون كارير في التلفزه وانا صغيره قلت علاش لا خليني نجرب جربت في تونس سبعه وبالتحيه هذه نحب نحيي معز حشاسي اللي هو المعد اللي هو اكتشفني كذا في قناه في تونس سبعه نحكي على حنا بعل حنا بعل دخلت لانه من غاديك الانطلاقه الحقيقيه نتاعك الحقيقه اختي بعثت السي في نتاعي انا كيما دالي ما نحبش كيما وليد سامحني ما نحبش نحضر لي كاستينغ ما نحبش نمشي جو سوي ان بو روتيري فهي بعثت الدوسي نتاعي وهما عيطوا لي وعملت كاستينغ وي عملت كاستينغ عملت كاستينغ شو اول برنامج قدمته في الوقت هذاك كان برنامج منوعات اسمه فور ويست مع شوقي بوغلية وقتها وثلة من الزملاء الآخرين وبدأت وقتها المشوار في المجال الإعلامي واللي كان متنوع برشا على خاطر من المنوعات عملت برنامج طبي عملت برنامج سياحي عملت مع علي شابي اجتماعي فرق قلبك مع علي شابي أنا يظهر لي انطلاقتك الحقيقية انطلقت من فرق من, من فرق قلبك وبدون استئذان يعني وبدون استئذان من بعد لانه بدون استئذان كانوا في نفس الوقت اما فرح قلبك هو اللي اعطى صوره فرح معناتها وهو اللي قربك للمشاهدين اكثر يمكن لانه انا عندي لو دون ديكوتي لي زوتر معناتها حتى ناس ساعات ما يعرفونيش يجيو يحكيوا لي مشاكلهم يمكن يرتاحوا لي فهذاك علاش في البرامج الاجتماعيه لقيت روحي خير ولقيت روحي مرتاحه على خاطرني قريبه برشا للناس وكنت نستنى في موعد رمضان باش يجي باش نمشي لك الناس الزويولة على خاطر بالحق عندهم طيبه كبيره وقت اللي يحلوا لك يحلوا لك الباب الكبير كي تمشي حذاهم كنت ديما نستنى هيك الموعد هذاك باش نكون قريبه برشا من الناس وهذيك كانت نتصور اكثر زوز برامج ناجحه في الكاريير نتاعي فرح من بعد صارت تجارب متقطعه ماهيش مسترسله ثم غياب كامل معناتها الى يومنا هذا شو الاسباب معناتها والحركه التلفزيه حركه يوميه معناتها كي تغيب على التلفزه او تغيب على مشهد التلفزي البلاصه انت بيدك ما تلقاش روحك علاش اولا رجوعك كان متقطع هل رجعت في زمن التلفزي في زمن التلفز ايضا تعاني هل هذا السبب هو انت سبب فيك انت ثم اليوم غياب كامل هل هو موقف من فرح
هو اختياري وهو موقف. انا بعد قناة حنبال التحقت بالإذاعة الخاصة الاقتصادية إكسبريس اف ام وعملت برنامج كذلك متاع محاورات ومجموعة اخرى من البرامج الاخرى اللي هي زادة ثقافية وفنية وغيرها. في الفترة ما كملتش على خاطر في نفس الوقت عاودوا اتصلوا بيا قناة حنبال واقترحوا عليا برنامج يومي وقتها كان في شهر رمضان. كنت تنجم تخدم الاثنين تنشوف فيهم تنزل إذاعة. ما الإذاعة تقلقت يحبوني نخدم معاهم وقت كامل وقت كامل وكان الوقت نتاعي متقطع بين التلفزة والإذاعة فما كانش عندي برشا وقت. كان برنامج يومي وسي تري كونترينيان معناتها ولكن انت حكيت على رجوعك لحنبال الفتره ذيك ولكن مش بنفس الاشعاع اللي برزت فيه من الاول فرح لماذا يعود؟ شي الاسباب؟ لانه هذا سؤال راهو طرحه شارع وانا نعرف. اي بيان سور هو قلت لك اختيار لانه اليوم نشوف انه الاعلام تبدل ما نعرفش خاطرني انا ما نجمش نحكم اذا تبدل بالباهي والا بالخايب. انا سكي سور مواكبه عصري مانيش انسانه كلي روتيري نعرف ف ما نشوفش روحي في المجال الاعلامي توا وهذاك علاش انسحبت. يعني حبيت تقول لي ما تشوفش روحك في المجال الاعلامي اليوم خليني نقولها على الفوضى السائده في الاعلام وي. ربما مش الاعلام الكل اكيد انه ما نحكيش على نوعيه البرنامج راهو لانه البرنامج الخفيف لازم يكون موجود, موجود. في اما الطريقه والاسلوب قلة الاحترام بين المذيع والضيوف وبين الكرونيكور في وسط بعضهم فوضى كبيره والمشكل اليوم هوني نقطه استفهام كبيره تتطرح. اليوم المشكله في المعدين والا في التلفز المشكله في لي زانيماتور والا الكرونيكور والا سوء الاختيار. اليوم مشكله في الشركات اللي تعطي لو تو دوجيمات واللي مهما كان ما يحكموش على محتوى البرنامج لكن صارت عركه في بلاتو المستثمر يجي هوني ويقول لك انا جو بلاس مون برودوي على خاطر فما قداش من مليون فيو فما عادش نعطيو قيمه للمحتوى نعطيو قيمه اكثر اللي هو البوز اللي هو غلط راهو المفهوم لانه تنجم تعمل البوز بخدمه صحيحه مش بقله احياء والا بتجاوزات والا غيره والا المشكل في والا سامحني جوست نقطه هذه والا المشكل في المتفرج اللي اليوم قاعد يستقطب نوعيه البرامج هذيا. بعد الثوره صارت تخمه كبيره نتاع برامج سياسيه والناس كل اللي تفهم في السياسه الناس كل اللي تفهم في السياسه اليوم فما برامج اخرى قاعده تبان برنامج خفيف اما يظهر لي لازم شويه تحسين من الذاتين التربيه في الاخر بكل البرامج هذيا تدخل لديارنا من خلال شاشة صغيرة هي اللي تنجم توجهنا فتربية يمكن ناقصة شوية نجم نقولوا انسحاب منك مؤقت انسحاب مؤقت في انتظار وي عبد الرزاق سامحني في النقطة أنا مع فرح في الحكاية هذه لأنه بعض المنوعات اللي أنت حكيت عليهم وبعض لي كرونيكور اللي يدخلوا في بعضهم ولاو يعملوا فيها إكسبري كاريمون ولات الحكاية اونديغي تمثيليه يحضروهم من قبل ما يطلعوا للبلاتو هي يعملوا فيها اكسبريس نورمال على خاطر البرامج هذيك مسجله لأن العباد لان العباد ولات تتبع في الحاجات هذوكم مالوريزمون وما في بالهمش اللي سي تري دونجرو لانه ذوق لحظه بركة عبد الرزاق لانه ذوق عام كامل نتاع 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 الشعب كامل قاعد يتدنى تدريجيا واضح باش نوريك صور نتاع برامج وباش تقيمهم لي انت كاعلاميه كاعلاميه عندك خبره وعندك تجربه اكيد نشوفوا مع بعضنا الصور هذه ونرجع معك برنامج دبارتك علينا على قناه الوطنيه دبارتك علينا اي هذا برنامج تاع كوجينا اي ما تعرفوش لا ما تفرجتش فيه ما تفرجتش فيه اما نحب ياسر راهو الكوجينا وتحب برشا؟ اي نبدع في الكوجينا. احسن ماكله طيبها شنو فرح؟ الرز الجربي. الرز الجربي باش نجي ناكل الرز الجربي. مرحبا. البرنامج الثاني دارنا على قناه حنبال اللي هي داركم قناه حنبال. باهي. برنامج الحقيقه ما نتفرجش فيه ربي يعين الناس الكل. ما عنديش موقف. تقدموا لو يجيك اقتراح. ما نقدموش. ما تقدموش. ما نقدموش. يومي راه. ما نقدموش. ما تقدموش. اللي بعده يعني برنامج التاسعة سبار لزميلنا عادل بوهلال
يعطيه الصحة عبد البوهلال خدام. نتبع مرة مرة شوية ما نفهمش في الكورة راهو، أما نتبع وقت اللي تجي نحط التلفزة نقعد نتفرج. يقترح عليك تقدمه ولا لا؟ ما نفهمش في الكورة، ما نجمش نعطي الإضافة. باهي نمشيو اللي بعده. باهي اللي بعده. اضحك معنا نوف الورداني. تقدموا ولا ما تقدموش؟ يمكن يمكن، اما ما عنديش الجرأة هذيك، انا نقصتني الجرأة هذيك. ما جرأة نوف الورتين. اي ما نتصور ما نجمش ننجح فيه. واضح واضح، يعني يلزم واحد عنده شوية. اللي بعد باي حكايات تونسية سامي الفهد. حلو برشا البرنامج هذاك. تتفرج فيه؟ نتفرج فيه. تنجم تقدمه؟ نجم نقدمه. نجم تقدمه. كاليتي برنامج هذاك بالذات. اي انا نحب البرامج الاجتماعيه. أي. واللي يمكن انا في طوال الفتره هذه، لانه ابخي تو ملي عمري 16 سنه، اليوم عمري 34 سنه، خدمت في المجال الاعلامي، نحس روحي نضجت. البرامج الاجتماعيه هي اللي تستهويني اكثر واللي تكون قريبه. اي والا البرامج اللي فيها تصوير ميداني نحب. نحب لي فيتير، نحب نقولوا لي غوبارتاج والتقارير. أي. كيما طاحنا بعض. يلا لما على الكيف. شنو اخذ لك بلاستيك؟ والله يخوض، والله انا والله يخوض. لا انت الانسان المناسب في المكان المناسب في البرنامج هذايا. هذا برنامج ما نجمش نقدمه. نختم معك، تحب ترجع للتلفزه؟ نرجع للتلفزه. مستعدة تو؟ مستعدة. أما في برنامج يمشي معاك؟ يمشي يتمشى معايا. أي إن شاء الله بالتوفيق ليك، وإن شاء الله يا ربي الأمنية متاعك تتحقق. برافو فرح بن عمارة في سين جيم. صوت لك طلب نسمع صوتك، قالوا لي راي تغني. أنا توا خذ بخاطري نحب نسمعك شوية برك شوية. هاتوا نعاونوك، هاو الدلاجي معاك. يلا دليجي قال لي الناس كل تغني، قعدت كان انا ما غني. يلا بتصفيق كبير منكم فرح بن عمارة. لما بدا يتثنى، لما بدا يتثنى، امان 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 امان، حبي جماله فتنى. برافو برافو فرحة، برافو. يلا نواصلوا في لما على الكيف. زهرة فارس بالطبيعة، شنو السر اللي خليك تغني مع نجوم شفتهم هنا على الفيسبوك؟ غنيت مع شكون صح؟ عملت أغنية لبرا، تسعة حفلات. الحمد لله عملت الحفلة الأولى، وبنجاح الحفلة الأولى جيت الحفلة الثانية والثالثة والرابعة. ومن بينات الحفلات هذوما كانت عندي حفلة مع النجم العربي وائل جسار. وبالمناسبة هذه نحب نقدم شكر كبير وجزيل الشكر لمتعهد الحفلات ومدير أعمال الفنانين العرب بأوروبا مسيو شكري بوغرة على الحرفية متاعو وحسن تقديره للفنان التونسي البرا. لازم نشكره خاطر يقدم الفن. احنا محتاجين شكون يقدر. زهره انا سؤالي، انت مش معروفه في تونس، كيفاش نجمت تعمل 8 حفلات في المانيا؟ والله هذايا كي يبدا انسان يمن بيك ويمن بحضورك وبال بال بال باللي تقدمه انت وتنجح حفله، فتوتيها حفله اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. فهذاك كان البروجرام، تعملنا الحفله الاولى، نجحت الحفله الاولى، جات اللي بعدها الثانيه والثالثه، حتى كملنا حفله 9 حفلات. سؤال اخر، انت دخلت للفن وانت بعد 30 سنه، علاش مش من الاول؟ يعني زهره ما نعرفوهاش سابقا، دخولك للفن كان فجاه. علي تقول على عمري انت تو؟ ما قلتش انا، ما نعرفش انا تقريبا 28 29 25 والله لا نعرف. اما كيكه جا في مخي. نحط عليها تيت. نحط عليها تيت ما نقولوش 30. انا متخرجه من معهد العالي للموسيقى، فتلهيت بقرايتي. كنت نشارك في برشا مهرجانات في اطار المهرجانات الطلابيه، وبعد قعدت نخدم في الميدان الموسيقي. ولكن انا زاد بيدي اللوم على روحي، اللي انا الظهور متاعي كان متاخر، فانا قديمه في الميدان الفني ولكن جديده في ميدان الانتاج الغنائي والكليبات.
عطينا الظهور التلفزي هو اللي جاي متاخر، لكن انا في الميدان الفني قديمه موجوده في الميدان موجوده الموسيقيين. انت استاذ موسيقى، تقري موسيقى؟ وي تقري موسيقى. به زهره، الغنايه اللي باش نسمعوها نتاعك انتاجك الشخصي اسمها نموت عليه. نموت عليك العنوان هذا نبداو نموت عليه مسرحيه لمين نهدي. نموت عليك مسرحيه لمين زاد بالزهر بالصدفه. اي نموت عليك. ايه نموت عليك موجوده الكلمه. نموت عليه. اه نموت عليه. نموت عليه هذاك. يلا نسمعوا نموت عليك بتصفيق كبير منكم ونرجعوا للحوار مع زهره فارس. زهرة فارس، أول مرة وين تعديت التلفزية؟ يظهر لي هذه ثاني مرة. لا ثالث مرة. ثالث مرة. آخر مرة في قناة نسمة شفتك. هذه رابع مرة في قناة نسمة وي. في قناة نسمة. ما عداولكش الكليب نتاعك علاش؟ والله هي صارت هكا مشكل صغير. فأنا لما حالة كنت ضيفة غاديكا أونتر بارونتيز ما نحبش كي نمشي ضيفة بعد نخرج نذم. ولكن نقول لهم ميرسي اما انه فما خلل وتقصير في الاعداد للحصه فالكرونيكور اللي كان موجود غاديكا قلبها الحكايه هو الكليب ماهوش حاضر عندهم في الغيجي دوبا خلط انا واش قال عبد الجليل السمراني قال الكليب يحتوي على مشاهد عاره قناه نسمه ما تعديهوش هو قال اعظم من هكاكا قال مع كامل احتراماتي ان الكليب ما نجمش نعديه على خاطر كله عاره وقري
وهو كله عليه وجري والله يقال نجموا يتفرجوا يدخلوا عشان يوتيوب زهرة فارس ويكتبوا نموت عليه ويتفرجوا كان هو عليه وجري ولا لا. انا كان جاي فيه كله عليه وجري انا بيدي ما يساعدنيش باش نعديه خصوصا انك تقري قدام تلمستك كيفاش تواجه التلاب انا ما كان جاي في عري وقري انا ما نقبلش باش نعدي. بالعكس كان جيت انا في المونتاج انا والفاتن الجزيري هي المخرجه نتاع الكليب معناتها قعدنا برشا برشا نحكيو مع بعضنا على انه المشاهد لازم تكون تمس التونس الكل معناتها من غير ما نقلل من احترامي. واضح واضح. انت دخلت الميدان الفني وبديت تنتج في الانتاجات، اخيرا تعرضت المحاولة نتاع اعتداء او تحرش خليني نقول. انا نحب الناس اللي في الميدان ربما او بعض الناس تتفرج وتسمعك شنو اللي صار لك باش نوليو نحترموا بعضنا اكثر. مش معناتها اللي جاي للفن معناتها راهو مستباح، راهو مستباح. وهذا بالحق بأسف شديد دلاجي موجود مش عند الناس كل مالوغوزمون. فما برشا اللي يتخايلوا روحهم منتجين انه يتخايل انه كي فنانه تبدا مازالت تحب بارزه شويه في الديبار نتاعها انه بتاتخ تنجم تتبع الطرق الملتويه على اليمين وعلى اليسار باش تنجم تكون موجوده. معناتها ينجم ينتج لك اغنيه وبيان كليب معناتها بلاش لكن في المقابل امور اخرى. سي فغي انا بالحق شي حاشم انا حتى عائلتي ما يعرفوهاش الحكايه هذيا وممكن يسر فما يتاثروا ولا زاد اخواتي. مرضت عليها انا سي انا مرضت عليها خاطر انا حساسه برشا و الانسان مرضني شهر كامل مرضها بالحق حكيت لي مرضها. انا الاغنيه هذيا ديجا عملتها باغ بيك خاطر انا قاعده على روحي وجاني تليفون قال لي زهره محلاك ومحلى اللوك نتاعك وانا راني باش نحب ننتج لك اغنيه. قال لي نعملوا رونديفو انا على نيتي. قال لي نعملوا رونديفو مع الموزع وكان عجبتك الاغنيه سي بون كان ناقصه حاجه الموزع ينجم يعاود لك توزيع اخر. قلت له بيه اوكي ميرسي بوكو. تقبلت انا وياه كي كان معنا افيك معنا الموزع ما سمعني الاغنيه قلت له بصراحه التوزيع نتاعها مش حلو. تفهمت انا وياه في البخيم تاع الموزع وقال لي سي بون مشيت الامور هكاكا. بعد بحكيت نهارين مني خلصته في حق الموزع قال لي اي وقتاش نعملوا قهوه. ليه واش خاصك؟ قال لي واش خاصك؟ اش خاصك استي؟ قال لي جاني للدار ونحن ماشيين حتى من بعد كويس ومن بعد فهمت كسر بها على اليمين. ربي كان يتفرج فيك في التلفزه اش تقول؟ هو يعرف روحه نحن ما نعرفوش راه انا بركه نعرف انتم ما تعرفوش. نقول له حسبي الله ونعم الوكيل خاطر مش كل مرأة في الدنيا موجودة معناتها تحب توصل بطريقة. يعرفك اللي انت تقري أستاذة؟ يعرف كل شيء. يعرف كل شيء. يعرف يعرف خاطر ما فما حد شيء ومع هذا تجرأ. ما تجرأ انت كان حتى جاء أموا صغير في العمر باش نجم أموا تقول مثال شتايش. هذا انسان كبير انسان متزن انسان عنده من التجارب ما يكفي معناتها فهمت. فانه يقوم يتجلطم على امراه معناتها وانا صغيره ونحب نخدم على روحي وما عاد كان شاف فيا حاجه هكا ولا هكا ولا يمثلش. انت محظوظه جاتك على بكري باش فهمت كل شيء. يلا تصفيقه على زهره فارس ونحب نسمعك شويه في الغربي شويه بركه شويه بركه شويه بركه. هذه اغنيه نديها للناس اللي يحبوا بعضهم الكل وسيرتو لي ماري فوالا. Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça en fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens à moi mon cœur qui va. Bravo!
الحقيقة الختام حسيتنا من لما على كيف نمشي كلمة كلمة. دلج إن شاء الله، إن شاء الله رمضان مبروك تواصل كله الأمة العربية والإسلامية. استناوا الكليب متاعي جديد ديو مع فنان ماهوش تونسي. عندي النوبة مع سيف فاضل الجزيري تورني كبيرة في المهرجانات والبرة من تونس، وعندي العرض متاعي شو ها في تونس. شو ها في تونس ولا دلج فرح. نحب نشكر الناس الكل اللي تابعونا من خلال هالمنبر هذايا. شكرا لك عبد الرزاق، الضيوف، الجمهور، الناس اللي وراء الكواليس اللي في وراء الكاميرا. هذا اش حبيت نقول. انا بكري غنى وليد get up stand up for your right. لازمنا كل اليوم نقفوا لتونس حتى كان مش لينا نحن لصغارنا نهار اخر. برافو هذا شيء مهم. نحب جست نشكر إيمان العلوي على الميكاب. إيمان العلوي شكرا لك. ولي أنا معناتها جست حبيت نقول لانونس المسرحية المكي وزكية إن شاء الله نهار 11 ماي في جنيف في مسرح اسمه تياتر بيتو اف في جنيف لو 11 ماي سي ان سامدي. يجاو بعدات غفيره لانه باش تعملوا ضحكه عالميه مع المكي وزكية للفنان القدير لامين ناهي. برافو برافو ولي. زهرة على الاستضافة، وشكرا للناس اللي دعمني والناس اللي واقفة معايا. ان شاء الله ديما نقدم جديد، وزاد استنى وزاد كيف كيف غنيتي جديدة وكليب جديد في الانجاز ان شاء الله. وميرسي بوكو اوتي كاستور على الغوب، غرام جويلري على الاكسسوار اللي حضرتهم لي سبيسيالمون، وان شاء الله تبقى قوية محلولة برك. عصام جمعة. عصام شكون لكم؟ مشكورة خويا على الاستضافة هذه، عملت معكم أول مرة في البلاتو، عملت معكم جو، مشكورين، مشكور الجمهور، مشكور الجمهور. نحب نقدم ديديكاس خويا روف ماهر، نحب نقول له الغناية الجديدة اللي عملها راسك مرفوع، غناية تحفونا برشا، ونقول للتوانسة تحومتك إي بيان سير، وتحومت لعبت معاك كنا صغار. نحب زاد ديديكاس للتوانسة، نقول بالرغم اللي قاعد الظروف اللي قاعد تصير في البلاد، قوم ديما رجلكم مرفوعة إن شاء الله ديما رجلكم مرفوعة. برافو هكا لما على كيف وفات إلى اللقاء على خير.